المهدي علم تقوى وسطية الأخلاق. ترقبوا في الساعة 7:30 مساء البث المباشر للمهرجان 26. المهدي علم تقوى وسطية الأخلاق، والذي تقيمه هيئات الراب والشور المهدوي ومشروع الشباب المسلم الواعد، وتحت شعار الراب والشور يصنع أنصارا لله أنصارا للمهدي، وبمشاركة نخبة من الذاكرين والرواديد من الأشباب والشباب. وسيتضمن المهرجان بحثا يلقيه مجموعة من الأساتذة المختصين بالفكر الإسلامي حول سلسلة بحوث السيد الأستاذ الموسومة تحت عنوان مقارنة الأديان بين التقارب والتجاذب والإلحاد. ويتضمن أيضا أمسية قرآنية تحت شعار التربية المهدوية في رحاب القرآن. كربلاء، الثلاثاء 29 من رمضان لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة بث المهرجان على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.